الوصف الثالث تدخل السرور على الناظر. هو في حد بيصر من بقرة؟ هذا صعب. في واحد يبص البقر يصر. ذكروني لما كنت في الجيش بقول بسألهم سؤال يعني أستثير به حفيظتهم، فبقول لهم من هي، يعني أعلمهم حاجة يعني. فبدأت الكلام بسؤال: من هي التي إذا نظرت إليها سرتك، وإن أقسمت عليها أبرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك. فرد علي واحد من ديكيرنس، حتى اسمها ديكيرنس، وبيقول لي الحمارة بتاعتنا. قلت له طيب لو إحنا قلنا أمرتها أطاعتك، إن غبت عنها حفظتك، إنما إذا نظرت إليها سرتك دي ركبها إزاي؟ يعني إذا نظرت إليها سرتك دي أركبها معك إزاي؟